ده البيت اللي بايعه جوزي النصاب حاطة فيه شقة عمري، وهذا الدكتور اللي مقضية مشاوير نصاب مثل جوزي. لا الدكتور مانو نصاب. بلا، انت شو بعرفك برجال؟ جوزي كان اذا قعدت معه بتقول يا سبحان الله شو هالملاك هاد، منين ما اجيته بالحديث برن، بيعمل حاله بيفهم بكل شيء مثل سامح، وبيحكي بالسياسة كمان مثل منير. إذا إجت سيرة الكتب يعمل حاله أريان كتب الدنيا كلها، وإذا حكيته عن المصاري بيكرهك فيها، هو عم يقول لك وسخ الدنيا، وبالآخر سرقني، سرق كل شيء عندي وفوقن ابني. بقى بدك تقلي لا يا فؤاد؟ بس مو كل الرجال هيك. كلهم كلهم، بس ليك أنا صحيح بقول الرجال كذا وكذا، بس للأمانة النسوان كمان بيكذبوا مثل الرجال. قلي كيف؟ كيف؟ تعرف الذهب؟ ايه بعرفه. مشان شوية ذهب ومصاري الوحدة مستعدة تتجوز واحد ما بتحبه، وبتضل تكذب عليه طول عمره وتقنعه انه بتحبه. مشان شو؟ مشان مصرياته. هذا شو يعني؟ يعني انها نصابة. هاي حتى لما تجيب اولاد ما رح تعرف تحبهم. ليش؟ لانها ما بتحب ابوهم. فهمت بقى؟ يلا احسن لك، خليك هيك نظيف وعلى نياتك. ليك هاي القطة نظيفة مثلك. ربيع، بدي اياك تضاعف طلعتك عليهم، خاصة مروان. صار معك ولدك في المطعم.
افتح الباب يا ابني. الصوت ما صار. هذا مو شغلك، افتح الباب. لازم اقول للدكتور تسامحه الان سنسري. لك انا ما باخذ اذن من حدا، فمان لما لا بدك تغير لي عقليتك والا بغيرك كلك من هون. انا بطالع قرارك بنقلك للبوك مان. افتح هلا. اذا اجوا ايش بدي اقول لهم؟ شو بدك تقول لهم؟ قول لهم انا قلت لك. بيجيبوا لي هالعالم ما بعرف. بسيطة. كله بينحل. عندك انطلق. بسيطة مشكلة. ألو صباح الخير، كيفك ديانا؟ أنا دكتور سامح. لك لا تحكي لي هم، أبوكي ترك الفيلا واحتمال يمرق عندكم على البيت. أنا هلا رح أتصرف. مع السلامة. ست صباح ما تروح السيارة، عم تستناك مشان تروح مشوارها قبل ما تروح مشوارك انت. طيب. بتحبوا تشربوا قهوة هون ولا برا؟ لا برا صبحي. يسلم. شو ست صباح؟ شو رأيك ننزل نقعد شوي؟ يعني اشرب لي شي شغلة، شو حابة تشربي؟ خير؟ مو هلا كنا صغار. ما في حكي بيني وبينك لحتى تطلع بالسيارة ونمشي. شو عم تفكر؟ بدك تروح مع صباح ولا بدك تروح تشوف منير؟ لا منير طريقه معروف، حتى لو غيره يعني بالاخير بده يروح على بيته، وانا اتصلت ببنته. انا فايت اكل لي لامي. طيب. شو وين راح؟ دكتور ما حيروح قبل ما يفطر. انت كمان لازم تفطري. هلا بس روح بدي احط فلي عند ام صبحي، وانت كمان بديري بالك عليها. ها تكرم عينك، بس مشي نروح ناكل. ليكي هاي القطه بتفهم، ها لا تفكريها ما بتفهم. ليكي لعبيها بتلعبك، ضربيها بتخرمشك، مو مثل بني ادمين. الله وكيلك، ياما في حيوانات مضحيه بحالها مشان اصحابها. ما في الا هالبني ادم، كل ماله عم يصير قليل امانه وقليل ضمير. طيب شو رايك اذا بدك تحكي لي شيء نحكي نحن وعم ناكل؟ يي حبيبتي انت ليش هيك صايره بتحكي كثير؟ انا؟ ايه انت مو انتبهى حالك؟ شرف اشرب قهوتك بما يجي سيادة الوزير. إذا في شيء قل لي عنه، أنا بخبره إياه. أنت بتستاهل سيد منير. يا ابني الشغلة أكبر منك بكثير، بكثير. مثل ما بدك. وين بغيب وين ما بعرف. مصالح العالم. هلا بدك تضلي حرداني ولا رح تنزلي وتشوفي الكمبيوتر؟ ما بدي دكتور، لانه شب ما بيصدقني وكل الشباب هيك. لا حياتي، مو كلهم. مبلا كلهم، كلياتهم بيخوفوا البنات وما بيخلوهم يسالوا ولا حتى يسترجوا انه يفكروا. حياتي هي انا بقول لا وبقول ايه وبسال، ما حدا بيسترجي يقول لي شيء الا اذا انا سمحت له. برافو عليكي،
وانا هيك بدي اكون مثلك، ما خلي ولا شب يسترجي يحكي معي. لا حياه، انا مو هيك قصدي. انا قصدي بقدر احكي مع كل الشباب وكل البنات، وبقدر اقول لهم كل اللي بدي اياه. بتعرفي الدكتور سامح شو خبرني؟ قال انه حافظ كل شيء قلتي له اياه، بده يروح يدور على السياره لحتى يلاقيها. ايه ما تصدقي. لا بدي صدق، وانت كمان لازم تصدقي. يلا قومي غيري اواعيكي والحقيني على طول. يلا. اي صباح الخير. صباح الخير. يلا عم نستناك على الفطور. فؤاد، يا فؤاد، فؤاد، شو وين فؤاد؟ شوف فؤاد، شو فؤاد؟ لا فؤاد مو مبين. شو هالحكي؟ مو مبين. دورت عليه؟ دورت. بدك تعال شوفه هون ولا هون؟ ويمكن هو. يلا فؤاد. ليكو ليكو. ها؟ لا لا مو فؤاد. عمل هيك؟ ما بعرف، ما شفت لما فقت. انا بعرف انه نايم. صباح. صباح. انا برايي بعد ما نفطر باخذك كل ما بدك، شو رايك؟ دكتور شوفي فؤاد مو بغرفته. وين ركان؟ ما بعرف، حاطط مخدات على التخت ومغطيها لحتى يبين انه نايم. طيب دوروا عليه، دوروا عليه. معقول يكون خالد لعبان لعبته؟ ايه ديانا، انا بس حبيت خبرك انه بابا لهلا ما وصل. ايه ما تقلقي ما تقلقي، انا هلا بتصرف. مع السلامة. الو مرحبا. بلا السيد وزير موجود؟ والله مو موجود، عنده اجتماع بالمجلس. عفوا، الله معك. طيب كيف بيترك الوزارة هيك سايبة؟ كيف؟ هذا وزير لازم يقعد ورا طاولته مشان ينضبطوا كل الناس. ليش ضبط الوزارة؟ بس بالدوام؟ قلتك هن اصلا معتبرين حالهم مثل مدراء المدارس والموظفين تلاميذ عندهم. تعا يا ابني روح يا ابني، بشدوه من اذنه، بس ما حاولوا يعرفوا شو في بمخهم، شو طموحاتهم. انا هذا هو الخلل اللي عم فكر كيف صلحه كل الوقت، وبكره بتشوف نازل استناه على باب الوزاره تحت. صباح الله يخليك. انزلي فؤاد، ماله مبين ولازم ندور عليه. طبعا انا كل الناس بتدور عليهم الا ابني، يعني انا بدي اعيش وحيده وموت وحيده، هذا عدل؟ هاد مين هذا اللي ضايع؟ فؤادنا نحن؟ فؤادنا ايه فؤادنا. يا حرام هذا مسكين امه ميته. ها ايه بعرف، إذا ما لقيته خبر الشرطة. ايه. وليش ترك في روح؟ ما بعرف، أنا تركته على راحته حسب طلب سيادتك. المهم اطمنت عليه، أموره كانت كويسة؟ إيه نعم، وكان حديثه كتير كتير حلو. طيب يعطيك العافية. أمرك. ألو. مرحبا دكتور. طب احكي معي. ما بدي. أمل ما بصير هيك، مفتكرة حالك هيك رح تخلصي مني؟ دي ما تركيني بحالي بليز. طب ماشي رح أتركك بحالك، بس رح أعمل مثلك، رح أعمل رجيم مو عادي، قاسي. لا لا ريما، شو بدك؟ إذا بدك تعملي رجيم الله يعينك. شو بدك تعملي؟ ما رح أحكي معك. وأنت ليش هيك عم تعملي بحالك؟ أنا ما عم بعمل رجيم. لكن شو اسمه هاد؟ اسكتي اسكتي بليز، أنت مو فاهمة شيء. فهميني ريما بليز، بس رجيم إلك ما في. ماشي دكتور على عيني، شكرا كثير، باي باي. شو ماما؟ بابا كان بالوزارة عند عمو أبو عدنان بنفس الوقت يلي عمو أبو عدنان كان عنده اجتماع. وينه هلا؟ ما بيعرف وين. لا حول ولا قوة إلا بالله، رايح يشتكي لأبو عدنان من شان كله، من شان يعملنا فضيحة. طولي بالك أمي. شو بدي طول بالي؟ بده يفضحني انه انا بعت له الكتب. تعي ساعديني تعي. كمشتك وين بدك تهرب؟ انت شو جابك لهون؟ لك انا عم بنتظر بدي اشوف هتلر، قالوا لي كل يوم بيمر من هون. شفتوا شيء؟ لك هتلر مات يا غبي، الا اذا كنت عم تدور على هتلر جديد. ما
مات ولا انتحر. هلا انت شو بهمك اذا مات ولا انتحر؟ ولك بدي افهم بالسياسه، ما حدا بيفهمني. خلاص يا بابا انا بفهمك بعدين بعدين. طيب ليك لقول لك تاكل سندويشه؟ في حواليك هيك مطعم مرتب وظريف. شرف. اخي ايمن، ما عاد صفي حدا هون غير انا وياك، يعني ما حلو نضل زعلانين مع بعض، لازم نعيد جسور المحبة بين بعضنا، لازم نعيد العلاقات الدبلوماسية. أنا لا بكش ولا بنش. خلص بقى، خلص شلي هالعبس من بين عيونك. في تطورات على الساحة، هاي التطورات بتهمني وبتهمك، ولازم نعيد تقييمها. بعتذر. شو هي التطورات؟ أنت بزمانك كنت ميال لحتى تحب مصري، وأنا الحقيقة كنت خايف إنه حدا يسبقك عليها، بس أنا من خلال الاستطلاع اللي ساويته اكتشفت إنه ما حدا رح يسبقك عليها، ما حدا رح يسبقك عليها نهائياً. بقى رندج لي حالك ورجلج لي حالك وعد لي ترتيب هالنظم الفلتاني هاي بدماغك وتصرف يا أخي. البنت حلوة حلوة، بستاهلك يا أيمن، بستاهل. خلصت؟ خلصت. ايه تضرب انت وهالتطورات، فكرت في شي بهم فؤاد؟ اذا فؤاد ما بهمك انا بهمني. اهلين، سو هوين مفتاحي؟ شو بعرفني نسيته. شو وينه بابا؟ ما اجى له؟ لا اجى لهون ولا راح الفيلا لهلا. معقول؟ شلون هيك؟ طيب الدكتور شو قال؟ شو بده يقول يعني؟ الدكتور مثلنا مثله، عم يستنى. يعني نحن ما فينا نعمل شي. عندك رأي تاني قولي. انا من المرة الماضية ما فهمت عليك، يعني انت شو بتشتري؟ اذا قلت لك بتصدقني؟ اوف، وليش لحتى ما صدقك؟ لانه هاي الدنيا دنيا دواره، ما بتخلي حدا يرتاح. يعني انت يوم بتلاقي حالك فوق 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 وفجاه طخ صرت بالارض. عم تقول لي هالحكي هاد؟ يا انا حافظه عن ظهر قلب على الغايب ومكتوي بناره، اذا بدك شي يوم انا بحكي لك. اسمع يا صاحبي، دول الناس اللي بيكونوا فوق موقع مسؤوليه وبيديروا شؤون هالعباد، دول شو بصير معهم؟ بصير معهم انه بيطلعوا المرايه بيلاقوا وجوههم مورده والدم رح ينفر منا وضحكتهم من هون لهون. شو بفكروا؟ بفكروا كل الناس عايشه مثلهم. مزبوط اللي عم تحكيه، مزبوط. تعرف يا خالد، انت انسان كتير مهم، وهيك قلبي محسسني انه مستقبلك كتير عظيم. بس ما قلت لي انت شو بتشتغل؟ هدول الناس اللي بموقع المسؤوليه في عندهم شوفيريه، هدول الشوفيريه بيفتحوا لهم ابواب سيارات فخمه كتير وعم تلمع وبيقعدوا فيها وبيتفخفخوا، بيفكروا انه كل الناس عندهم سياره. لما بيقعدوا بالبيت على طاوله الاكل بصير في عندهم اشهى الماكولات على الطاوله، كمان بيفكروا انه كل الناس بياكلوا هيك اكل. لما بدهم يفوتوا يغسلوا بيحطوا ايديهم تحت الحنفية تنزل المي السخنة، بيفكروا انه الناس كلياتها عندها مي سخنة، ما بيعرفوا انه عندها حمى سخنة. لكن من شيء قليل انا عم استنى فرصتي لحتى شكل الحكومة. هذا اللي عم تحكيه هذا ما بيطلع نقطة بالبحر اللي انا بعرفه ابدا. تعرف يعني انا بتشكيل الحكومة الجديدة انت لانك خرطت مشط كتير، الظاهر اني رح سلمك شي وزارة، ايه بلكي بتلاقي علاج لهي الحمى لبعض الشغلات اللي عم تصيب الناس. بس يعني انت ما قلت لي شو بتشتغل؟ انا بشتغل بواب على الكازينو. شو؟ ايه؟ بستقبل لك هالرقاصات وهالزباين، بصف لهم سياراتهم من هاد 50 من هاد 100 باخر الليل، طلع لي 3-4000 ليره نعمه كريم. قوم قوم من وشي، قوم. انت واحد بدك علاج، قوم من هون. طول بالك. ولك قوم من وشي. العمى قديش بدنا لحتى نصلح المجتمع؟ الفات براسي قال، قوم من هون. بس انت ما عرفتني ليش هيك عم اشتغل، والا كنت خليتني فوت براسك. بحكي لشوف. لاني ربيت يتيم، ربيت يتيم وما لقيت مين يعلمني. بس هلا لقيتك، لقيتك وما عاد اتركك ابدا. طيب شو علاقة هاد باللي عم تحكيه فوق وتحت والزمن الدوار وما بعرف شو؟
التشرد. التشرد مره بيخليك تنام فوق على الاسطوح، ومره بيخليك تنام تحت شي درج. امي لوين؟ انت واحد بدك تاهيل من فوق لتحت، وانا ما راح اتخلى عنك. قوم لشوف. رغم هالشي انا مالي قلقانه. بس انا قلقان. هدول امانه وانا بتحمل مسؤوليتهم. وين بدهم يروحوا؟ دائرتهم محدوده. دورت بكل الدوائر المحتمله ما لقيت شي، شو ساوي؟ رح تلاقيهم صدقني. انا قدرت الامور غلط. منير امبارح كان مكتئب وبحاله، شلون ما خطر لي اني الحقه فورا، او على الاقل ابعت وراه ربيع؟ على كل الاحوال انت كنت حابب تعطيه الثقه لحتى يطلع من حاله. بعدين فؤاد ما كان في ولا مؤشر على انه ممكن يهرب. صحيح حكيت مع ايمان؟ لا ما حكيتها، بس راقبتها من بعيد لبعيد. قلت بلكي بده يلحقها ويشوفها، انت ما استفدت شيء. بس في شغله ثانيه مشوشتني. شو هي؟ كنت حاطط مصاري بتابلو السيارة، والمصاري اختفوا، وأنا متأكد إنه هو شافه لما طلع معي هو صباح. شو بده بالمصاري؟ هذا هو السؤال. ألو؟ علينا هذا؟ إيه يعني هيك شغلة بسيطة. في عندي اثنين مرضى طلعوا من الفيلا ولهلا ما رجعوا. أنت هذا رأيك؟ إيه لا خلاص أوكي. انت شلون صرتي؟ ممتاز. طيب خلاص انا برجع بحكيك. ايه اكيد. مع السلامه. هدى عم تقول انه لازم نخبر الدكتور سمير مشان المسؤوليه القانونيه في حال صار معه شيء. بهي معها. انا برايي تحكي مع ابو عدنان وتسألوا إذا كان في محل معين كان يقعد فيه منير أو يسهروا فيه لحتى تروح عليه. رح جرب. عزبتك معي سيادة الوزير؟ ولو يا دكتور. منير صديق قديم، وكنا نجي دايما لهون وخاصة بالليل نقعد بزاوية ونتفرج على أضواء الشام. بس المعالم تغيرت كتير. يا طبعا، شو مرق فترة طويلة. زمان بعد اذنك سيادة الوزير. الو يا نسرين، رجع منيح؟ شو زدت من على الجبل؟ مين هاد؟ قال شو اسمه؟ خالد؟ طيب طيب ليكي انا راجع فورا على الفيلا. مع السلامه. شو خير دكتور؟ شو في؟ قال كان منير مع شب هون اسمه خالد، يمكن حضرتك ما بتعرفه. قال حاول يزته من على الجبل. شو هالحكي؟ معقول يكون منير عم يكذب عن سرين؟ ما بعرف. ممكن. على كل دكتور، اي شيء بيستجد او اي شيء بتحتاجه فورا بتحكي معي. أكيد. فاجأت فؤاد بشحمه ولحمه. شو اللي طالعك من المستشفى؟ بدك ياني ضل بالمستشفى؟ قل لي الحمد لله على السلامة. شو بك في شيء؟ لا 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 ما في شيء. شرف تعود تعال. ليش هيك عم تحكي؟ عم حاول ارتب الامور مع بعضها ما عم ترتب. انت عم تشتغل مع حالات عرضة لهيك مفاجآت. وأنا برأيي حتى المفاجآت
ممكن تترتب بالمكان الصحيح اذا اخذت وقتك بالتفكير. كل هذا الوقت اللي عم بقضيه بالتفكير وما عم بكفي. انت اصلا قديش صرتي قايلتي لي انه لازم انام ولازم ارتاح ولازم ما بعرف شو. مزبوط، الله يعطيك العافيه، بس انا عم بحكي حسب النتائج اللي انت مو عاجبتك. انا شايفه هلا انك لازم تركز كل تفكيرك على فؤاد وبس، بعدين تلاقي الامور لحالها ترتبت. قبل فؤاد انا برايي لازم نفكر بخالد. انت برايك منير هو المستهدف ولا انا؟ شلون يعني؟ هلا مزبوط منير هو الضحيه، بس اللي حاسه انه انا المستهدف، لانه ما في اي مصلحه لخالد انه يحاول يقتل منير. ليش لحتى تكون انت؟ هذا هو السؤال. على فكره يمكن انت معك حق، مروان ما له علاقه بالحادث اللي صار، لانه بنفس اليوم اللي صار فيه الحادث خالد اجى فيه على فيلا. بونجور دكتور. بونجور. بدك يعني سمعتك عم تنادي لي كلمه. لا ابدا. طيب شكرا. ولا يهمك. قلت لك اسمي؟ مامو. طيب معناتها خالد ممكن يكون هو اللي سرق المصاري؟ ايه كل شيء وارد، بس انت برايك من وين بدنا نبدا؟ انا برايي تحكي مع ايمان وتبلغها انه فؤاد هرب، لانه بجوز ما يكون امور لها علاقه ببعض، يكون فؤاد قاصد انه يشوفها. لا 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 ما بدي اياها تتشوش ابدا، ما بدي اياها تحط احتمالات هلا ما لها معنى، وانا واثق انه هي بس تشوفه رح تتصل فينا فورا. الو ايوه ده كيفك؟ اي ماشي الحال منيح؟ لا 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 في مريض لسه ما لقيناه وفي مريض لقيناه. ليش لحتى تشغل حالك فيه؟ اصلا انت ما عليك الا انه تبلغ الشرطه انه في مريض هرب من عندك. مو ناقص غير تنزل تدور عليه بالشوارع. سامح انت لازم تهتم باللي عندك، رتب وراءك، الوقت صار عم يسرقك. انت كيف صرتي؟ ممتاز ممتاز. والله ما بعرف، ما بعرف ابدا. بكل الاحوال انا هلا ضايج وتعبان ومالي عرفان افكر. هدى شو رايك نرجع نروح على هذاك المطعم اللي رحنا عليه؟ طيب طيب اوكي خلص، معناتها انا بشوف وقتي وبحاكيكي. مع السلامه. ايه يعني فحصوني وساووا لي تجارب واختبارات وقالوا لي انه انا طبت ما عاد فيني شيء. حلو. ايه بعدين نصحوني انه العب رياضه كل يوم، هلا كنت عم ساوي رياضه قبل ما اجي. ايه بعدين قالوا لي فيك تمر تاخذ من عنا ورقه ايمتى ما بدك، انه انت ما عاد معك ولا مرض. وايمتى طلعت من المستشفى؟ لي شي اسبوع طالع. اسبوع؟ وين عم تنام؟ رحت على البحر لحتى اغير الجو لانه نصحوني، قالوا لي هو البحر منيح. اكلت سندويش بالاستراحه على الطريق. ايه بعدين الحمد لله اجى الدكتور سامح بالوقت المناسب. طيب منين جبت مصاري لحتى رحت على البحر؟ كنت اطلع من المستشفى اعطي دروس خصوصيه للاولاد الضعاف. مو بكل المواد ضعاف، ببعض المواد. ايوه وكانوا يسمحوا لك؟ ايه قلت لك الدكتور سامح كثير منيح معي. وهلا شو بدك؟ بدي المفتاح، مفتاح البيت، لانه انا مرقت على البيت لقيته مو مأجر. المستاجر تركه من شهر وما اجى مستاجر عواضه. ايه احسن. احسن من علقة المحكمة. ليش ما كانوا يوصلوك المصاري على المستشفى عن طريق البريد؟ بلا كان يوصلني. اي منيح مشان ما تقول لي وين راحت الاجرة. ليش انت كنت تبعت كل المصاري على المستشفى؟ كنت حط منها نفقات صيانة البيت، ولا بدك يعني حط من جيبتي؟ خالي شو بدك؟ مفتاح البيت. مرتاح؟ ماشي الحال. هلا يعني انت ما اشتقت لها لهيفا؟ اشتقت لها، بس اشتقت لها شيء، وانه تكون موجوده هون شيء ثاني. شلون يعني؟ يعني هذا المكان مو لها، وما كان لازم تاخذ اجازه لترجع. هلا هيفا لقيتك وما عاد تتركك. هي بلاك كانت ضايعه، لا اب ولا ام ولا اخت ولا اخ. هلا انت بالنسبه لها صرت كل شيء. وانا الحقيقه ما كان بدي اياك يعني تتعامل معها باسفه مشان ما تخزلها ومشان ما تكسر املها فيك.
هذا هو حدود فهمي. شو بعمل لك؟ بس صرت تتعامل معه مثل الشرطي وهذا ما له من طبعك. بكل الأحوال اللي هي صارت واصلة وهذا الموضوع متروك لك. خلينا نرجع لموضوعنا نحن. أنت ليش سافرت على أمريكا؟ أنا ما سافرت على أمريكا. وإذا هي فحكت لك فبتكون غلط. كلامها مو مزبوط، مو مزبوط. عم تحكي لك غلط غلط غلط. ولما بترجع لهون أنا رح فهمها. ليك لو شفت عينك مثلا نسرين موظفة عنا ما حدا بيتدخل فيها ولا حتى أهلها. أنا شخصيا ما بحب حدا يتدخل بالموظفين تبعي مهما كانت صفتهم. وهيفا وقعت عقد معنا وصارت موظفة. وليش لحتى هيفا تشتغل؟ وليش لحتى ما تشتغل؟ هلا كلكم صرتوا بدكم تشتغلوا فيني؟ هلا إذا هيفا اشتغلت مشان تساعدنا بتكون بدها تشتغل فيك؟ لكن مشان شو؟ بتعرف إنك وهم؟ بتعرف إنك مالك موجود؟ أنا؟ مين أنت؟ أنت ليش بتسألني أسئلة غريبة؟ ليش؟ ولأنك وهم صعب تصدق إنه في ناس بتحبك. صعب تصدق إنه في ناس مستعدة تساوي كل شيء كرمالك وأولهم أختك. وإذا رح تضلك هيك رح أصير كلياتنا ننادي لك يا وهم. شلون بتحكي معي بهالطريقة؟ شلون؟ لك أنا أهم منك. يا ريت. رح أثبت لك إني أهم منك. تفضل اثبت. ما عم بقدر في صفير براسي ما عم بقدر. لا بتقدر هلا في عندك فرصة لازم تستغلها. مو دائما تتكرر الفرص. ما عم بقدر احكي. ما في شيء ينحكى عندي. ما في شيء. ان شاء الله بتحكي عن ثيابك. احكي عن اللي بدك يا بس المهم بلش تحكي. طيب شو بفيدك؟ شو بفيدني؟ رح ترجع اللي راح. قلي رح ترجع اللي راح. اذا الصفير اللي براسي ما عم تشيله. لا 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 انا ما بدي رجع شيء. انا ما بدي رجع اللي راح. انا بدي اكسب اللي جاي. انا بشر مو ملاك. عامل ملاك وجاي لعندي ليش؟ انا بشر مو ملاك. وانا كمان بشر ماني ملاك. وانت بتعرف رجعنا ايمن لا ترجعنا نفس الدائره تبع انا وانت وانت وانا. اسمعني منيح اذا ملاك قدران تحكي انا بسالك وانت جاوبني بس بشرط بتجاوبني بوضوح وصدق وبدون تعصيب. رجعنا لقصة التحقيق. شبك انا رح اوصي على اكل وشرب وهذا الباب رح نسكره ونقفله. ما حدا رح يطلع لبرا لا انا ولا انت إلا على الحمام. والشباك بدك تنساه كمان. داي يا أخي. مرحبا.
اهلين سليم. شريف سليم. شريف ارتاح. جيت بوقتك. الافكار هجمت على راسي فرد هجمي، صدقني ماني عرفان منين بدي ابدا. اجلهم وقوم معي. لوين؟ ضايق خلقي وحابب غير جو وما لقيت غيرك. حق معك. لازم اطلع غير جو شوي لانه راسي مشوش كتير. هاي الافكار بدي اكتبها لازم يكون الذهن كتير صافي لحتى تترتب بكل احساس بالمسؤوليه. شهيتني لحتى اقرا اللي بدك تكتبه. خليني اطلب لك فنجان قهوه. خلص بنشرب اللي بدنا اياه برا. ابدا ما بيجوز. لازم تشرب قهوتنا بالاول يا ام صبحي. ام صبحي يا سامح لك ربيع والله لا عدمكم حياتكم. اثنين قهوه وسط. ما وسط. تعرف شو؟ بس التقيت بزملائك بالحكومة بتخبرن انه يديروا بالن على هذا الشاب اللي اسمه سامح. هذا مخه كتير نظيف. لك انا كل شي حارة لي قلبي بهالدنيا انه قديش في شباب مثل حكايته متغربين وعم نخسرن. اتبعني. شو؟ شو صار معك؟ رح احكي. قل لي شو بدك بسرعة. بدي اياك تحكي. طيب رح احكي. رح بسرعة احكي. لانه الصفير عم يزداد براسي. عم يزداد لو اجيت اقول له بخمس دقائق انت رح حقته. رح مع ابو عدنان وما بعرف انت بيرجع. يعني هو منيح؟ لا طبعاً هو كثير منيح. طيب معناتها نحن بنرجع بكره. الدكتور سامح موجود مشان نسلم عليه؟ والله لو الحقيقة مشغول كثير. انا بعتذر عنه. لا لا ما في مشكلة ابدا شغله ابدا اكيد. طيب تفضلوا اقعدوا اشربوا قهوة. انا كنت حابة اقعد واحكي معك شوي بس ما بدي اعطلك. الله يسامحك. انا بنسر كثير بالقعدة معكم. تفضل. كملي. يعني هو أكثر من مرة قال لي شوفي نسرين تعلمي منها. مشان هيك أنا كنت حابة أسألك عن تجربتك. كنت حابة أعرف كيف قدرتي تكسبي ثقته لبابا. هلا أنا ما بعرف شو اللي شايفه فيي ومو شايفه فيكي، مع إنه ما في أي تصرف خاص. يعني أنا بتصرف معه حسب الضروري بكل ظرف. بس بشكل عام أبوكي بيحب يتعامل بثقة ووضوح. يعني بالحديث ما بيحب اللف والدوران أو حتى المسايرة. ما بيحب حدا يعانده. بس بنفس الوقت بيحب النقاش الإيجابي حتى ولو كان ضده. ممكن تختلف بس طريقة المفردات اللي بنستعملها بهيك حديث. طيب نحن كيف ممكن نقدر نرجع نكسب ثقته؟ إنه تحتاجوا ينجز لكم أي شيء أنتم ما عم تقدروا تساووا. ليش بيقدر؟ شفتي منين مبلش الخلل؟ من قلة الثقة فيه. صعب انك تكسبي ثقة انسان اذا ما وثقتي فيه. انا قلت له اني محتاجته يشرح لي بعض الدروس. هي فكرة منيحة. بس ما بعرف يعني ممكن يضيع لك وقتك بالشرح الزايد او بالدخول بمواضيع ما لها علاقة. هلا اذا انت فيكي تتحملي او لا هون السؤال. لانه بعرف انك انت طالبة بكالوريا. الفحص على الابواب. مريم في عندك خواتم خطبة؟ بقدر اتحرك؟ لا دكتور. دكتور انا ضايع ضايع. احيانا بحس حالي قوي بقدر اركز، ولما ببدا بركز على فكرة او صورة بتهرب كل الفكر والصور. ما بيصفي براسي الا ضباب، شي مثل الغشاوة قدام العين، شي مثل الغبرة قدام الوش. ليش؟ ما بعرف. طيب شوف، انا برايي انه نحكي بالتسلسل، هيك بتركز اكثر وبيخف التشويش. ولما بسألك اي جواب بيخطر على بالك، اول جواب بيخطر على بالك اللي هي. طيب وراسي؟ راسي شو بدي اعمل فيه؟ مثل راسي عم يدور على فكره، ولما بيلاقيها بيرتاح تماما مثل الراديو
وضلك تقلب فيه تقلب فيه لحتى توصل للمحطة اللي بدك اياها. أنت مين؟ أيمن. أيمن شو؟ أيمن أحمد راضي. حلو كتير. أيمن أحمد راضي دكتور بالفيزياء النووية، دارس بأمريكا. وأنا سبق قلت لك ما سافرت على أمريكا، وأنا ماني دكتور لا بالفيزياء ولا بالكيمياء. طيب إذا قلت لك إنك حسام، شو بتحس براسك؟ بحس بصفير، صفير براسي، صفير، صفير يا دكتور صفير. طيب إذا أنا هلأ عرضت عليك شغل، شو بتحب تشتغل؟ افتح الغرفة واطلع من هون. ليش؟ لأنك عم تحكي معي مثل المحققين، وأنا بكره المحققين، بكره المحققين دكتور، بكرهن. شو السبب؟ لأنه ما بحب حدا يحقق معي. أرجوك، أنا ما حدا عم يفهمني إني إنسان، إنسان إنسان. يا أخي الإنسان بدافع عن وجوده، عن كرامته، عن كيانه، أنت ليش عم تهرب؟ أنا مالي فهمان. أنا ما هربت دكتور، ما هربت. القانون هو اللي هرب من الأرض، ضاع، راح، اختفى. ليك 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 ليك. أنا مو على طول جنبك. أنا بجوز بأي لحظة أحمل حالي وسافر. اسمعني منيح. في قدامك هلا فرصة. إذا ما رح تساعد حالك، وإذا مصر تضلك هيك، حتى أختك هيفا رح تدور على طريقة تنساك. مين قال لك هالحكي؟ هي قالت لك هالحكي هي؟ ليش كل شيء بنفهم بالحكي؟ أنا برأيي اللي بتشوفه العين أهم من الحكي. طيب تعال شرف دكتور، طلع بعيوني. شو بتفهم؟ شو بتشوف؟ تفضل طلع. والله الحقيقة أنا لهلا ماني فهمان غير شيء واحد، أنك أنت إنسان ما عنده مبدأ بحياته. أنا؟ مو أنت قلت لي شوف وفهم؟ أنا هيك فهمت. ليك دكتور، أنا وهالعالم متخانين خناقة كبيرة، وهي خناقة ما ممكن تزول وتروح لا بغنية ولا بقصيدة شعر. المسجلة وعطيتها لهيفا، والأغاني ما عاد تسمعته، وهي الأرض إذا حكيت ولا عمرها إن شاء الله ما تحكي. عمرها إن شاء الله ما تحكي. شايف شلون إنه أنا مالي غلطان وإنه أنت ما عندك مبدأ؟ قبل ما تسألني إذا كان عندي مبدأ بالحياة ولا لا، اسألني ليش عم بحكي أنا هيك؟ ليش؟ ليش عم تقول هيك؟ هلا انت شو؟ دكتور. لا، ارهابي. ليش؟ لانك مثلهم. You are wrong.